تقدم على التوفل، قدم حق نفسك، حقك أنت، مو عشان هالجور ولا غيرها. الريال كلمني يبي يتزوج وكلمني عن بيبي. يمكن الله دازلك هالنصيب علشان تطلعين من اللي أنت فيه. ترى الزواج بيد رب العالمين، إذا أنت مستعدة حق هالشيء الحين ليش لا؟ محمد أنا كلش مو مستعدة أتزوج وعيالي والمشاكل اللي بتيني من وراء هالزواج. أنا بنتك هذه غسلت إيدي منها، أنت أبوها وبخص فيها. هل أحبك؟ أحبك وايد، ولا تحرميني منك، لا تغيبين عني هالكثر. هو بقى شيء على خبرك، كل شيء تغير. عدل كلامي صح؟ أكيد عدل. إيش عندك؟ زواج وتزوجتي وخذيت اللي تبينه بعد، شنو تبين أكثر؟ إذا أسلوبك بيتم كذي أنا رد بيتي أحسن. أنا كنت جاي أقول لك موضوع بس الظاهر إني غلطانة. كل اللي أقدر أقول لك إياه ديري باكر لبنتك لولو. لحظة لحظة، إيش تقصدين؟ يعني تبين تسمعين؟ أنا اللي بسوي اللي علي والباجي عليك أنتي. طلال قاعد ياخذ مرة بنته بالأسبوع وهذا عادي، بس اللي مو عادي أنه يحسسك بالأمان مو أكثر. يوديها ويجيبها ويطلعها ويشتري لها ألعاب، ما في شيء يلفت النظر صح ولا لا؟ وكل هذا أنت تدرين عنه، بس اللي ما تدرين عنه أن أنا وطلال خذينا بيت بأمريكا وراح ننقل أوراقنا ونعيش هناك. وأنتي عارفة طبيعة شغلة، أتوقع فهمتي قصدي. لا ما فهمت. طلال بياخذ بنت لولو معه وهذا من حقه. لا مو من حقه، لولو بحضانتي. حضانتك حضانته هذا شيء ما يعني لي، بسوي خير. تدرين أكيد سمعتي الأخبار إني حامل، بعد كم شهر بصير أم، وهذا إحساسي صوبك. وعلى فكرة أنا ما أنصحك تقولين حق طلال، مو لأني خايفة منه لا، لأنه ما بيش تخسرين وغير خطته كلها وياخذ لولو وانتي تكونين ندمانة الوحيدة. شو اللي يثبت لي كلامك؟ مو مجبورة انك تصدقين ولا مجبورة انا اني اثبت لك. قلت لك في البداية بسوي خير وبمشي والباقي عليك انت، عن اذنك.
هلا دلال، حياك. يعطيك العافية. الله يعافيك. محمد ايش فيك؟ أحسك متضايق. لا ماكو شيء، بس في موضوع معين شاغل بالي. ماكو شيء. انزين، أقدر أعرف الموضوع إذا ما يضايقك؟ لا لا تحاتي، ماكو شيء، بس أنا إذا في موضوع كذي يعني شوي شاغل بالي يبين علي بسرعة يعني، بس لا تحاتي إن شاء الله، ما أكون لك الخير. هالعموم أنا عندي بريك، قلت أي أسولف معاك ندردش. طمني ليش رحت لك يا أوكي؟ بس تبيني أعيده؟ لا تغريب، الحين بديت أستوعب يعني الأمور هذه كلها. تدري من زمان ما فتحت عيني على هالسوالف. أدري أدري، هو الموضوع شوي صعب، بس أنا معاك، أي شيء تبيه أنا موجودة. سلم عيونك وما قصرت يا دلال. وحاضر، راح أعطيك دروس مجانية ببلاش. والله فيك الخير، مشكورة وما قصرتي. أنا وايد وايد مليت من سالفة هذه الورد، بلشت تحترق أعصابي. الحين الغريب إن فهد ساكت على الموضوع. صدقيني إن فهد مو خالي. تحلميني فيه؟ فهد فهد أكيد مو خالي، ما يطوفه شي حبيبتي. بس أنا ما أدري ليش ساكت على هالسالفة. إذا خلينا من فهد اللي قاعد يحط الورد، ما عرفتي منو؟ لا ما عرفت منو، بس المشكلة مو هني. المشكلة إني مو عارفة أتواصل معاه. أنا متأكدة إنه هو يعرف رقمي، بس ما يبي يدز لي شيء عشان لا أعرف رقمه. كي يحرق أعصابي. المسكين كل مسوي كل هالرومانسية، ورد جاي وورد رايح، آخر شيء تقولين قاعد يحرق أعصابك؟ صدق مو كفو. شو الرومانسية هذه؟ تبيني أستانس على الرومانسية؟ ما أدري شنو هي بالضبط، ما أدري هو شنو يبي مني، شنو مشكلته؟ يحبني، يلعب علي، لا جد مو فاهمة. شو يلعب عليك فيه؟ واحد يقوم من صباح الله خير عشان يحط لك ورد على سيارتك، ويجازف ويغامر ويحط هديه بغرفتك النوم. حدي بالك يعني تهجن يحبني؟ هذا مو يحبك، هذا واحد مينون. صدقيني هذه حركات مو واحد يحب، حركات واحد مينون. بدر شلونك؟ هلا والله سالم. يلا يلا مشوار، انا محضره. طلال ما له داعي هالاسلوب، قاعد اقول لك البنية عندها امتحان، خلاص لما تخلص امتحاناتها يصير خير حزتها. انا اسفه، مع السلامه. ايش فيك يا سماشر؟ طلال يبي ياخذ بنته. عادي، ايش المشكله؟ ابوها يعني. لا مو عادي، البنية عندها امتحانات، مو وقتها ياخذها الحين. شنو بتطلع؟ اي والله بروح اشوف لي كافيه ادرس شوي. الله يوفقك. الله يسلمك. انا شلونك؟ هلا ابو لولو، حياك. شو اخبارك؟ بخير. لولو ويني؟ والله نايمه شويه. هلا طلال، خير؟ بيبي شو الحكي هذا؟ تحرميني من بنتي يعني ولا شنو؟ ولا ليش ان الحضانه بيدك بتحكمين حتى بشوفتي؟ تش قاعد تخربط؟ انا امها وانا ادري بمصلحتها، واعرف متى الوقت المناسب اللي تطلع فيه. خير يا طير، بفرض الحضانه عندي اسوي فيك نفس الشيء. مالك كمان بيبي؟ ما راح اغدر فيك. مو جديد عليك، ما انت غدرت فيني قبل هالمره، وعادي تعيدها مره ثانيه. يا جماعه ايش فيكم؟ تعودون بليس علامكم. بالنسبه حق البنيه ما يصير ولا واحد فيكم يحرم منها، بس عاد بالتفاهم مو بالقوه وبالصراخ. بلولوة الله يرحم والديك، خلنا نكسر الشر اليوم. بلاها طلع مع البنية، خلها نايمة، وإن شاء الله مرة ثانية بيبي ما راح تعارض. إن شاء الله. دير بالك على البنية. السلام عليكم. حياك. ما عليه، وسع صدرك. أنا ماشي، تبين شيء؟ سلامتك. قفل الباب ها؟ إن شاء الله.
قادره اتحمل، احس خلاص ما فيني، ما اتحمل كل هالضغوطات. اهدي ما له داعي توترين نفسك كذي. بعدين ترى انت قبلتي على طلال فجاه بدون مقدمات، ايش دراك يمكن زوجته كذابه؟ انت ايش دراك ليه كذاب؟ ايش دعوه تطوف عليك هالحركه هذه؟ يح المفروض ما تطوف عليك هالسوالف. اي شيء يذكره فيك يخليها تغار، ما تبي شيء يذكره فيك. كلام منطقي، حركه ذكيه. والله مو حركه ذكيه كلش. طلال اذا وخرتي العيال عنه بيتعلق فيهم اكثر وبيكثر سوالفه معاك، وهالشيء ما كانت تتوقع زوجته. يا ابوي ما تقدر تكذب، لان دوال طلال يحتاج انه يسافر. انا ما اقول كذب، انا اقول انت لازم تتاكدين. وبعدين لا تعصرين مخك تتعبينه وايد تفكرين. اهدي شوي. اكسكيوز مي. يس سر. وان دبل اسبريسو انت تشربين؟ ماي. ماي. وان دبل اسبريسو اند وان ووتر بليز. ان شاء الله ما نكون الخير. الورد للشم مو للشارع. أمبي منو هذا يا ربي؟ مراقب كل تحركاتي، حتى الورد اللي يدزه يدري اني خذيته ولا قطيته بالشارع؟ مو صج، هذا صج قاعد يحرق أعصابي. شد دبرة. تصدق مرات احس اني قويه وايد واني قد المسؤوليه، مرات احس العكس، احس اني ضعيفه وعادي على اتفه سبب انهار ودي. عادي، كل انسان فينا يحس بالضعف مرات، خصوصا لما الضعف هذا يجي من مواقف ولحظات تقل ثقتنا بنفسنا. لما تقل الثقه بيبي الإنسان يبدي يخاف، يبدي يدور على أي شخص يوقف معه ويسنده، يوقف معه يكون له ظهر يحسسه بالأمان. الأمان توني بدأت أحس فيه، إحساس ناسيته فقدته. تدري الحين كل ما أحس إن الدنيا قامت تطق فيني من كل صوب وحسيت بالضعف أرجع حق الأمان. أبي أرد بيبي القوية. تصدق ما كنت أعرفني، ماني عارفة. تردين أحسن من بيبي القوية. الو، هلا حبيبتي، شلونك؟ هلا حبيبتي. قاعد اتمشى بالممشى اغير جو. مع منو؟ بروحي. ما عندي لك الخير، بس انا مسويه عزيمه بشفضين نفسك يوم واحد ان امي راده من العلاج. تعرفين ابيش تعرفين عليهم وتكونين موجوده اذا تقدرين. من صدقك أكيد أنا بكون موجودة. أنا أختك مو رفيجتك، لا تحاتي. راح أكون أول الحاضرين. يلا حبيبتي باي. باي حبيبتي باي. وين كنا؟ ما كنا، بس كنت قاعد تشتبين. مساء الخير. مساء النور، هلا دلال، حياك، تفضلي. شلونك؟ تمام الحمد لله. شلون الدراسة؟ كل شيء تمام، الأمور طيبة الحمد لله.
قاعدة اف، ها شلونك مع قاعدة اف؟ لا هني انا بس واصل الامور طيبة، ايه؟ فاهمها عدل. اي شو اللي مو فاهمه؟ في عندك شيء ذكرتيني انا هني حاط هذه البسف. اي بس شوي. اي هذا البسف اللي مو فاهمه. شوف عطني قلم. لحظة لحظة لحظة، شيش مستعيلة؟ خلط لك شيء اول بعدين لاحق على الدراسة. انا بس يعني احاتي ابيك تكون ناجح متفوق. ان شاء الله اثنين راح ننجح، بس عشان ننجح نطلب قهوه نعدل روسنا ولحق على الدراسه. ماشي؟ اوكي. لو سمحت. ثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. ام محمد اللي ما قلتي لي شو اللي صار على موضوعنا؟ اي موضوع؟ اللي كلمتك عنه قبل يومين نسيتي؟ ايه تصدق نسيت؟ انا ما ادري ايش فيني هالايام كلها انسى. كبر شيء. ابو محمد ايش السالفه؟ لا 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 اتغشبر وياك، اقصد موضوع بيبي والنصيب اللي اياها. ايه انا كلمت بيبي بس ما ردت علي حزتها. تالي ردت علي وقالت اعطوني وقت افكر. ايش دعوه؟ ايش تفكر فيه بعد؟ تعلامك مستعيل على البنيه. خلها تاخذ راحتها بالتفكير، هذا زواج مو لعب يا هال. عدل كلامك بس الريال كلمني اليوم وبصراحه يعني قلت له انا يعني عطنا وقت. شكله مستعيل. لا حبيبي، احنا ما احنا مستعيلين. خل بنية تاخذ وقت بالتفكير، وبعدين ترى هي عندها بنية من حقها تخاف على بنتها. على خير. لا تحاتي، اللي الله كاتبه بيصير. تصبح على خير. تلاقي الخير. حلوها ويحلو هالوي تعلقت. تقول هاتي قول ليش مستحي؟ هي اكيد درت ان انا بيها. ايش فيها استحت؟ ما ردت علي. ما تلامية كذي طبعها حيوية تستحي شوي، وهذا احلى شيء فيها. إذا تقدم لي بدر لولو راح تتقبل ريال ثاني غير أبوها ولا لا؟ راح تتأقلم؟ ما أدري، أحس إنها راح تحبه لأن أنا ارتحت لو حبيته. حبيت عقله، تفكيره، نظرة عيونه تطمني، صوته يهديني. شايف هالريال مخليني ما حاتي شي بهالدنيا.
بيبي دقت عليك؟ شنو؟ سألتك بيبي دقت عليك؟ ليش بيبي تدق علي؟ شو الأسئلة؟ أنت شدك على دوري مشاكل؟ شو مشاكل حبيبي؟ أنا أدري أنكم متواصلين. والله متواصلين مو معناته متجابلين 24 ساعة. على فكرة أنا ما عندي مشكلة إذا توصلتوا. بس مسكينة مو راضي تقتنع أنك أنت ما تبيها وتبيني أنا. وأنت إيش دراج؟ يوصلني حكي من البنات. كل ما يا بطارية وطاريك تقول إني أنا اللي بكتك وأنا اللي خذيتك منها. والله تقولي اللي تقوله مو ضارنا شيء. طقاق اللي طقها ما همتني كيفها. المهم حبيبي أنا بروح أتريك، تبي شيء؟ لا بس لا تأخرين، ها الأرض من الدوام ما ألقاك. إن شاء الله. حاضر، يلا مع السلامة. مع السلامة. هلا ابو محمد. هلا. انت وينك من الصبح الله يهديك؟ بالمباركيه مع السائق. شنو مقطوع سرك هناك ولا شنو؟ لا حول ولا قوه الا بالله، بس وديته علشان اشتري له كم شغله ووديهم لحله. زين اللي قلت لي يا معود خل تنقص له كم شغله من عندنا في البيت، وهم بعد بشوف العيال اذا عندهم شيء ما يبونه نعطيه اياه. وعلي هذول يا عيني ترزقون الله. اي والله يترزقون الله، مو مثلنا ما عاجبنا شيء. الحمد لله الحمد لله على النعمة. يلا 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 تعال تعال. الحمد لله. دازلك بالدايركت لا يكون رديتي عليه. لا طبعا حقرته. أشوى زين سويتي؟ أشوى زين سويتي لين باكر تطيح براسي وتوصل السالفة حق أهلي. وأنتي شك وترى أنتي ما سويتي شيء. حبيبتي هذا شوي شوي راح يتمادى. أنا شكلي بقول حق محمد. لا عاد صدق خبلة عشان سالفة تير سالفة ويدري عن موضوعك انت وفهد وتصير له يا صح؟ زين كل هذيل ما تبينهم؟ ايه بعطيهم حق الصبي احسن. وايد صدقين انا شكلي بقول حق ابوي يحط كاميرات مراقبة. الحمد لله والشكر. يما هذول كلهم حق المحتاجين؟ اي ماما اي شيء احنا ما نبيه في ناس غيرنا يحتاجونه. زين يصير اعطيهم العاب؟ يصير. عندك العاب ما تبينها؟ ايه. روحي يبيهم بسرعه قبل لا يسايق يدك. يلا روحي. اوكي. ويه شكله وصل. السلام عليكم. سلام شاهين، انطرني خل اروح اجيب لك الاغراض. اوكي؟ زين. بيكا تعالي جيبي الاغراض حق شاهين. لقيتيها؟ السايق لقاها ورا صندوق الجرايد. هي منو تهجي حاطها؟ طلال؟ شيوم هي اللي حطتها. ليش مو طلال؟ لأنها جتني قبل كم يوم وياي عشان تحطها، ما كان عندها سالفة. بس أنتِ مو قلتي لي إنه هو يبي يسافر يبي ياخذ الأهل معاه؟ يمكن يبي يصيد شيء، يبي يسقط الحضانة عنك. طلال ما راح يسافر. تأكدت من الموضوع بنفسي. سألت ناس معاه بالدوام وقالوا ماكو لا سفر ولا دورة. يعني هالحقودة بألف السالفة من عندها؟ استغلت جايتها عشان تحط الكاميرا. يا ربي ما أدري شو أسوي. أقول حق طلال خلي يشوف مرتش قاعد تسوي، ولا أواجهها ولا أسكت، ما أدري شو أسوي. لا أكيد الحين هي عرفت، لأن هذه بث مباشر على تلفونه وفي أبليكيشن حقها، أكيد انقطع عندها البث. خلينا نفكر إيش بنسوي. رافعة ضغطها، سببت لها أزمة. وإن كان ما عندك شيء غلط تخافين منه، حتى لو حطوا كاميرا ليش تخافين؟ ما في ولا شيء غلط.
استغفر الله، حريم تافهين. شو فيك بعد؟ ماكو شيء حبيبي، ليش تعكر مزاجك؟ طف يبو. اي ماكو شيء، شافي وجهك؟ شو فيك؟ البنات بالجروب يقولون ان بيبي قاعد تتكلم عني ويقول انها رايحه بيتها وحطت لها كاميرا بعد، ليش كل هذا؟ شنو؟ كاميرا؟ ايش مينونه هذه استخفت؟ والله صدقي لازم نوقفها عند حدها ولا ما راح تخلصنا. انا بيها كذي تفكر في حياتنا وفينا وتلف حوالين نفسها لان قلبها اسود نيتها مو صافيه. على فكره حبيبي انا كافه خيري شري عنها، بس يوم لازم تتحرش فيني طقاق اللي طقها. انت لا تعكر مزاجك. زين بقوم احط لها غدا. قوم احط لها غدا. علامك قاعد بروحك وسرحان، هيكون بعد شايل هم الهندي واغراض الهندي. اي مو انا عارفك تشيل هم الغريب وتخلي اللي حولك. فهذه ما صدقتي عيل. شنو اتحفني اصدمني؟ شنو في حاتي؟ موضوع بيبي تاجيلها للزواج. مو كله منك انت، الله يهديك. انت لو تشد عليهم يسمعون كلامك، أنا شد وأنت ترخي، ماكو فايدة. والله ما أدري، ما أدري يا مريم، ما أدري. والله دام ما تدري خلك كذي، ظل حاتي لحد ما تدري بعدين تعال قول لي. هاي ما بدور، وين رايحة؟ بروح الحديقة يما. ايش رايك اسوي لك قلاص عصير ليمون يهدي اعصابك؟ يلا انا اقوم اسوي لك عصير. اوه يا بالقهوه بنفسك، والله كبرت يا بدرو، قمت تعرفين السنه بعد. ترى رده بس عشان ما وياش. تعالي قعدي زين. ها بشر، شو عن دراسة؟ تمام. محمد مقتنع؟ إيه مقتنع، وما له داعي كل شوي تعيدين الكلام. إيه قاعد أسوي هالشيء حق نفسي مو حق أحد ثاني. أنت بس لو تقولي لي شنو الشيء تعرفينه عن هالجور وساكتة ومو راضية تقولين، اختصرتي وايد أشياء. اختصر شنو؟ يعني راح تهدد الدراسة؟ شهد الدراسة قبل شوي قاعد أقول قاعد أسوي هالشيء حق نفسي. شلون يعني ما فهمت؟ ايش تختصر عيل؟ وايد اشياء، مشاعري، قلبي، وقت اللي راح وانا افكر فيها بدور. انا لو احس بس 1% ان هالجور ما تبيني صدقيني راح اصرف النظر عنها ولا افكر فيها واشيلها من بالي. وانت شلون للحين ما حسيت بشيء؟ مو ما ادري، بنت خالتك وايد غامضه، مو قاعد تعطيني اشارات واضحه انها تبيني ولا ما تبيني ولا انا في بالها او لا، ما ادري. محمد انا ما ابيك تتعلق بشيء ما منه امل، انا ابيك شويه تشيلها من بالك. ترى مرات اذا نحب الشيء صدق لازم شويه نشيله من بالنا، نحاول ما نفكر فيه، نهمله شوي، واذا هو يحبنا صدق صدق راح يحس ويرجع لنا. محمد أنا أحبك وما بيك تأذى، بس هذا كل ما في الموضوع. هلا حبيبتي، شوي 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 لا تطيحين.
شلونك؟ اخبارك؟ بخير الحمد لله، انت شلونك؟ الحمد لله تمام. ها معنا بالنادي كنك؟ اي بس انا اوقات الظهري مرات هي بالليل، بعدين ترى كذي مو زين عشانك، انت حامل. ما عليه، اندمجت شويه، سوري. عاد انا كنت حامل بولدي للصور، ما كان لي خلق حتى اطلع من غرفتي. ما عليه حمل، انا حمل يفرق. عندك شي ماء؟ نشوفك بالزوارة؟ تمام ان شاء الله. اقول لك خالتي شفتها تركض تدبج على هالجهاز، خفت عليها لا تطيح. شلون حامل وتركض كل هالركض هذا؟ اللي يدري يدري، واللي ما يدري يقول خنطه عدس. خالتي انت تدرين شيء ما ندري عنه؟ المسعده مو حامل تكذب عليكم، لا واللي مساعدها هدر وريلها، كذب الكذبه ومصدقها معاها. قص علينا، ليش اكو حد يكذب بالحمال؟ ايش دراني من حر ما فيها، ما يتقهر من المرت الأولية، تبي تحرها بأي طريقة. ليش؟ إيش عليها بيبي؟ والله بيبي ولا درت عنها ولا لها شغل، بس إيه اللي منقهرة منها تبي تحرها بأي طريقة. يعني ما كفها خدت منها، هي إيش تبي بعد أكثر؟ عبالها اللي سوت كذي ما راح تنكشف. على العموم هذا حمال، وباكر شهر ولا شهرين بينكشف المستور. والله عاد كيفها، عساها بهالحال وردة، هذه حوبة المسيكين اللي خربت بيتها. يا على هالخراب ان شاء الله. قولي يا امي. لا حول ولا قوه الا بالله، صدق العقل نعمه. انت عادي يمه، خلي الحكي بيني وبينك، لا تقولين حق امك وخواتك، ما ابي ينتشر الخبر بين اهلنا. مهما كان هذا ولدي وما ودي ينفضح بين الناس. كافي اللي سواه سواد الويه يوم خذه هذه. Thank you.
الله.